هتكلم دقيقتين عن حاجات القصور في وظائف الكلى اللي أخدت قرار صيانة في الشهر الجاي. عندنا خطوات قبل اتخاذ قرار الصيانة. أول اتخاذ القرار ده هو بيكون بالتعاون مع استشاري أمراض الكلى اللي إحنا بنتعاون معاه. دي أول حاجة. الحاجة التانية لو أخدت أبروفل أو يعني لايسنس من يعني موافقة من استشاري أمراض الكلى اللي أنا بتعاون معاه للصيام، لازم في الأول أعمل تحاليل طبية اللي هي اليوريا والكرياتينين، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، لازم الحاجات دي تكون كلها، السكر الصايم تكون كلها متظبطة في الشهر. لمرضى السكر لازم يكون معمول سكر صايم وفاضل وتراكمي ويكون الضغط متظبط. لو الحاجات دي كلها مظبوطة نبتدي نصوم. طيب بالنسبة للتغذية، أنا صايم، لو تعبت في أول يوم، لو لقيت نفسي مش قادر أتكيف مع الصيام، آخد قرار الإفطار لأن أنا عندي رخصة. لو أنا تكيفت مع دهوت هشق ريقي على إيه؟ هشق ريقي على 3 تمرات أو عصير فريش. وأنا باخد التمر لازم أراعي مرضى السكر، النوع الأول أو النوع التاني. النوع الأول اللي هو بياخد إنسولين لازم ياخد باله من نوع الانسولين اللي بياخده والبيك بتاعه، او الانسولين بياخده قبل الاكل او بعد الاكل. البروتين في حاجتين قوي لازم ناخد بالنا منهم واحنا لمرضى قصور الكلى. البروتين لو انا المرض مسيطر عليه بيتاخد جرام بروتين لكل كيلو جرام. بمعنى هفسرها، لو هذا المريض وزنه 80 كيلو فهو بياخد 80 جرام بروتين يوميا. مفيش حاجة ان هو مثلا ياخد النهاردة 100 وبكرة ما ياخدش، لا، هو 80 جرام بروتين يوميا. وال 80 جرام بروتين ده بيخضع لكل انواع البروتين سواء لحوم بيضاء او لحوم حمراء يوميا. يبقى هو الاول هيشق ايده على مشروب او تمر من 3 ل 5 تمرات حسب هو عنده سكر او لا، ومشروب. بعد كده هياخد النشويات بتاعته. برضه هنراعي الوزن وهنراعي طبيعة السكر والبروتين وطبق الخضروات. طبق الخضروات ده بنقول عليه طبق خضروات ملونة، والبروتين زي ما أنا